الصغيرة اللي بيعملها طارق شوقي فينا دي، وبعدين بتاعت برضو تالتة ثانوي. تالتة ثانوي احنا دلوقتي برضو يعني قاعدين وماسكين قلبنا بإيديها عشان تالتة ثانوي. هتبقى وقت ان شاء الله. هيعملي معانا ايه في تالتة ثانوي؟ دي اول حاجة. تاني حاجة، طب ما هو لم فلوس ياما مننا، يعني احنا دافعين 1000 جنيه غير التابلت، 500 اولى ثانوي و500 تالتة ثانوي، لان الفلوس كتيرة جدا وما نزلش الكتب. هو بيعمل فينا كده ليه؟ دي تاني حاجة. تالت حاجة، ان انا بقول لطارق شوقي يعني اتقي دعوة المظلوم. انا عندي بنتي عاملة عملية في القلب بتاع التالتة ثانوي وخايف عليها، عندي ابني بيشوف بعين واحدة، بلاش يتعلموه يشتغلوا ايه؟ يطلعوا يعملوا ايه طيب؟ هو بيعمل فينا كده ليه طارق شوقي؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا مستر، ان شاء الله خير. قول يا رب كده، قول يا رب ربنا ينتقم من كل ظالم. بس دي اهم حاجه، وحسبي الله ونعم الوكيل. والله نعم الوكيل. يعني البت ما امتحنتش العربي وجايبه في العربي ايه؟ جايبه فيه ممتاز، ما امتحنتوش وما فتحش معاها. خير خير، ربنا يسعدك يا ست الكل، شكرا ليك. طب والفلوس اللي هو الامامه، طيب انا دلوقتي عايزه صوتي يوصل، عايزه حد يسمعنا. احنا بنعمل اللي علينا ونوصل صوتكم، بنعمل اللي علينا ونوصل صوتكم ان شاء الله. يعني بتوع تاني اعدادي اللي هم ما كانوش عارفين، داخلين على حاجه اخطر والكلام ده كله ومش عارفين، عايز بيشوف بعين واحده مش عارفين يحلوا. هرجله اولى ثانوي تالتة ثانوي، هو بيعمل فينا هو الراجل ده بينتقم مننا ولا بيعمل فينا ايه؟ يا طارق يا شوقي انا بقول لك اهو، هدعى عليك وبدعى عليك تدوق اللي احنا ضايقينه، تدوق اللي احنا ضايقينه، عشان يا طارق يا شوقي اقولها لك للمره المليون، ربنا قادر ان ابنك او بنتك عينيه تتصفى، او ابنك او بنتك يعملوا عمليه في القلب وما يستحملوش اللي انت بتعمله فينا ده. ربنا قادر يجيب لنا حقنا منك يوم القيامه، يجيب لنا حقنا منك في الدنيا وفي الاخره. طب يا شوقي بجد انت انسان مؤذي، انت جاي تدمر شباب مصر، جاي تدمر تعليم مصر. مصر بقت صفر في التعليم، خلاص مصر وقعت في التعليم بسبب اللي انت بتعمله فينا. ليه؟ مين مسلطك علينا وتعمل فينا كده ليه؟ واولادنا ومستقبلهم ليه بتدمروا؟ عيل شايف بعين واحده بتدمر تعليمه، انت عامله عمليه في القلب، عامله عمليه في القلب وثالثه ثانوي، كل يوم تقول انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه يا ماما في الامتحان؟ لما شافت اختها في اولى ثانوي وشافت البهدله، احنا بقالنا كده 4 سنين في البهدله دي، بتاعت ثالثه ثانوي اللي داخله اولى ثانوي والبهدله اللي احنا فيها. ليه يا طارق يا شوقي بتعمل فينا كده؟ هدى عليك وعلى عيالك بكل سجود يا طارق يا شوقي. هدى عليك وعلى عيالك، الله الله ونعم الوكيل. شكرا لك يا فندم. هدى اعصابك بس، قول يا رب كده، قول يا رب. قول يا رب. والله انا 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 سايبك تتكلمي براحتك اهو. انا تعبانه. قول يا رب. بجد بجد وقاعده شايله هم بتوع ثالثه ثانوي، والبنت اللي هتمتحن اولى ثانوي دي 10 مواد هتمتحنهم في يومين، 10 مواد ازاي؟ المدرسين بيقولوا لهم هتمتحنوا 10 مواد في يومين، ازاي طيب؟ ازاي؟ انا مش عارفه. هيحلوا رياضه ازاي؟ هيحلوا كيمياء ازاي؟ هيحلوا فيزياء ازاي؟ هيحلوا كل اللي هيحلوه ده ازاي؟ عربي ازاي؟ احياء؟ تاريخ؟ جغرافيا؟ ايه؟ اللغه الاجنبيه الثانيه؟ الفرنساوي؟ ليه؟ الانجليزي؟ هيحلوا 5 مواد ازاي في يوم واحد؟ واليوم الثاني ازاي هيحلوا فيها 5 مواد؟ طب ازاي يا مستر اسامه؟ والله انا محتار زيك والله. قوم طلع علينا النتيجه بتاعت اولى ثانوي وثانيه ثانوي، طلع علينا العيال ما امتحنوش العربي، البت جايبه فيه ممتاز، وجايبه في الكيمياء ما اعرفش 3 ولا 4، وجايبه في الرياضه ما اللي امتحنوا فيه جايبين فيه درجات وحشه، واللي ما امتحنوش فيه جايبين فيه ممتاز. ده تهريج اللي هو بيعمله ده، ده بيدمر شبابنا وبيدمر بناتنا وبيدمر عيالنا. اما يبقى لسه طالب اولى ثانوي ولا طالبه اولى ثانوي وتتمنى الموت، وتالتة ثانوي تتمنى الموت، ويقول احنا البت بتاعت اولى ثانوي بتقول يا رب انت سايبني ليه؟ سايبني ليه؟ خدني وريحني من اللي احنا فيه، من اللي طارق شوقي بيعمله فينا. خلاص يا امي، خلاص يا امي، سيبها لله. ونعم بالله، ونعم بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. فيك يا طارق يا شوقي، قلبي وجعني والله، قلبي وجعني بالله عليك.
احنا ضايقين، انا بنتي بتاعت ثالثه ثانوي انا جن عليها عامله عمليه في القلب، هو ما بيحسش، مستحيل يكون اب ولا يكون بني ادم كان حاسس بينا، كان حاسس باولادنا اللي في الثانوي اللي عامله عمليه في القلب واللي عندها واللي عندها واللي عندها. انا بنتي معاها بنتي وصاحبتها الاثنين عاملين عمليات قلب مفتوح هما الاثنين، وبيعملوا اللي عليهم وخايفين من ثالثه ثانوي وبتاعت اولى ثانوي اللي هتمتحن خمس مواد في يوم واحد. ازاي والعربي ما امتحنتش فيه يا طارق يا شوقي؟ العربي ما امتحنتش فيه وجايبه فيه ممتاز يا طارق يا شوقي، نزلت عملت محضر التابلت ما فتحش معاه وفتح اخر 10 دقايق في الاحياء وجايبه في الاحياء ممتاز وجايبه في العربي ممتاز، وهي ما امتحنتش وهي وانت نايم في بيت قد كده. انا دافعه اولى ثانوي وثالثه ثانوي 1000 جنيه 1000 جنيه ده غيرها لسه 105 للتابلت، ولا نزلت لميت فلوس ولا نزلت كتب لثانوي ومبهدلهم ومرمطهم ليه؟ وقحت مصر وقحت تعليمها ليه بتعمل فينا كده؟ انت ما بتفكرش، انت مش بني ادم بجد، انت ولا بتفكر ولا بني ادم. حسب الله ونعم الوكيل فيك، حسب الله ونعم الوكيل فيك، اني قلبي وجعني على عيالي، اتوجع قلبك على عيالك. شكرا يا ست كل، شكرا شكرا شكرا. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.